ومن أسباب ستر الله للعبد أن يديم الدعاء. كان الحبيب من دعائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. والله لولا ستر الله مشينا عورات أمام الناس، انكشف ستره. ولذلك يوم القيامة بعض عباد الله يناقشه الله الحساب، وبعضهم يضع الله عليه ستره وكنفه، فيقول لبعض عباده: عبدي فعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، وفعلت كذا يوم كذا، أنا سترتها عليك في الدنيا، اليوم أغفرها لك. لكن إذا ناقشه: لما فعلت كذا؟ هلك هلك. ما تبون ستر الله؟ أما تريدون ستر الله؟ لكن قولوا آمين. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، واجعل عفوك يا ربي وهو رجاؤنا فيك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تناقشنا الحساب، واجعلنا ممن ستر عبادك فسترته، وممن لم يتتبع عورات عبادك فسترته، وممن كظم الغيظ فسترته. يا ربي استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أكثر من دعاء الله، أكثر من دعاء الله. فأحبابي والله ما بيننا وبين الفضيحة إلا ستر العظيم جل وعلا، فتعلق بذيول الدعاء وارفع يديك: يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وما أجمل يوم أن تستر عباد الله، ويوم أن تدعو للمؤمنين. ما هو فقط عرضك، ما هو بعرضك فقط، يا رب استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم، ولا تفجع والدا ولا أما بولدها يا رب العالمين، ولا تكشف سترا لمؤمن. يا ربي يا ربي استر عوراتهم خلف أبوابهم يا ربي، وتمم سترك بعفوك يا أكرم الأكرمين.